وحبل، وهو التحدي الثاني بحلقه النهارده. وهنبدا بسرعه بالقوانين، بليز ركزوا معايا. كل واحد فيكم معاه 5 زواج من الاحذية، وكل جوز هيكون مربوط ببعضه. اللي هيعرف يرمي الفردتين ويتعلقوا على الحبل اللي فوق هو اللي هيكسب معانا. وهنعمل قرعه عشان نعرف مين اللي هيبدا. شو مشكلة الأزرق والزرق على طول؟ برافو، عشان تقدري مدام نادية بس بتلعب ازاي. أول حدفة لأحمد باللون الأزرق. خد وقتك أحمد. يلا مدام نادية تفضلي. فشلت المحاولة الأولى. مدام نادية بالمحاولة الثانية وباللون الأحمر. احذفي جامد. أي كانت قريبة كتير، كانت قريبة كتير. يلا المرة الجاية. يلا أحمد. يا خرابي، دي عالية قوي يا جماعة. لا ما في شيء بيصعب على حضرتك. مرة ومرة. ياي اتس اوكي. كمان المرة الجاية إن شاء الله. بس أنا عم تاخد إيدك على الحدفة. أحمد والمحاولة الثالثة. قريبة كانت. يلا مش مشكل. مدام نادية الدور عليكي. لا مش ممكن. لا صعب، صعب جدا. أحمد قولي. عم بتقربوا كتير ولكن ولا حدا. المحاولة الرابعة مدام نادية اتفضلي. يلا صعب، عالية جدا. طبعا مش ممكن. انت قدها وقدود. يا خسارة يا احمد. مش ممكن. استنى احمد. بتغسلي في احمد. برافو برافو. عندك هيدي المحاولة، ده الجزمة الذهبية عشان نتعرف. بس لا هو حتى خلص فلازم نحط هاي. نحاول. ايوه ايوه لو ما جبتيها حنخسر الجيم. يلا خسارة. كسب السقة ولكن على لحظة كسب السقة. اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي.